تقبل الله صيامكم. في سلسلة المكتشفات اللي غيرت العالم راح نحكي اليوم عن أمر بجوز مش كلنا كثير ملمين فيه، بس هو كثير مهم وغير في حياة البشرية، اسمه آلية التقطير. هذه الآلية اللي عن جد أثرت كثير في حياتنا. خلينا أعرف لكم شو يعني التقطير. التقطير هو عبارة عن عملية فصل المواد عن بعضها البعض من خلال الاختلافات في درجة الغليان، ومن خلال هذه العملية نحصل على فصل المواد. ولولا ذلك لما استطعنا مثلا استخراج البنزين من النفط الخام، فإلى ذلك الأمر أهمية التقطير كبيرة. جاء اكتشاف التقطير من خلال العالم الإسلامي جابر بن حيان، الذي أول من وصف تقنية التبريد التي تستخدم في عملية التقطير، ونجح في وضع أول طريقة للتقطير في العالم بعدما اخترع جهاز له قمع طويل لا يزال يستخدم حتى اليوم ويسمى بالعربي الإنبيق أو الإنبيك. هل استطعتم أن تعرفوا ما أهمية علم التقطير؟ يمكنكم معرفة الأكثر عن ذلك من خلال طقس العرب. رمضان كريم، إلى اللقاء.